الدولار في السوق السوداء تراجع بشكل كبير بعد إعلان الحكومة عن وجود فاتورة دولارية هتنعش الخزينة المصرية من العملات الأجنبية في الفترة الجاية، وهتزود الاحتياط الأجنبي من العملات في البنك المركزي، وهيكون الدولار متاح بشكل كامل قدام المواطنين وفقا للعرض والطلب وبالسعر الرسمي اللي هتحدده الدولة. بس يا ترى الدولارات اللي بتتكلم عليها الحكومة مصدرها ايه؟ وهتوصل لحد كام؟ وهل الحكومة قادرة على القضاء على السوق السوداء في تجارة العملة؟ ولو كانت قادرة عليها ليه كانت سايباها لحد دلوقتي؟ بانكير نبض البنوك. الشهور اللي فاتت كل الكلام كان في مصر على السوق السوداء والدولار اللي وصل سعره لما يقارب 70 جنيه، لكن خلاص الدولة حاليا رسمت الخطة كاملة لانتهاء أكبر أزمة في تاريخ مصر في العصر الحديث، وهي نقص العملات الأجنبية وخصوصا الدولار. وأعلنت عن رصيد كبير جاي في الطريق من مختلف العملات الأجنبية هيكون متوفر في البنك المركزي كاحتياطي دولاري تستخدمه الحكومة في أي وقت عشان تعاقدات وشراء السلع والاحتياجات اليومية للمواطنين، وهتكون شهادة وفاء للسوق السوداء في التجارة بالعملات الأجنبية. طيب ايه اللي بيحصل في السوق السوداء دلوقتي؟ خلال 48 ساعة اللي فاتوا الدولار في السوق السوداء خسر اكتر من 40% من قيمته بعد ما وصل الى ما يقرب 70 جنيه، وحاليا داخل على 50، وده كانت ضربة كبيرة لتجار العملة في السوق السوداء. وحاليا سعر الدولار في السوق السوداء يكاد يكون قريب من سعره في البنك المركزي، وده هيدي مهلة للأسواق انها تاخد نفسها شوية وتوقف رفع اسعار السلع على المواطنين، والاسعار هترجع لطبيعتها تاني، والمواطن هيحس بيه لما يشتري مستلزمات بيته ويشوف الاسعار بنفسه بعد ما ترجع لطبيعتها. طب انت قلتي انه في محفظة دولارية كبيرة جاية لمصر، مين مصدرها؟ في محفظة دولارية كبيرة جدا جاية في الطريق لمصر هتخلص على أغلب مشاكلنا من نقص العملات الأجنبية بالأسواق، وهتوفر الدولار بشكل كامل في البنوك قدام المستثمرين والتجار عشان يقدروا يحصلوا عليه بشكل كامل بعيد عن السوق السوداء، والمحفظة دي ليها مصادر مختلفة. المصدر الأول منها هو إعلان صندوق النقد الدولي عن قرب الاتفاق بشكل نهائي عن قرض قريب هتحصل عليه مصر، والمتوقع هيكون من 7 ل10 مليارات دولار. والصندوق أكد كمان على عدم ضرورة تعويم الجنيه كشرط أساسي لمنع القرض لمصر والاكتفاء ببعض المرونة في سعر الصرف دون تحريره بشكل كامل. تاني مصادر المحفظة الدولارية للعملات الأجنبية اللي جاية في الطريق لمصر هي التصريحات اللي اتكلم عليها مجلس الوزراء بخصوص الاستثمارات الخليجية الضخمة اللي هتكون بمليارات الدولارات واللي هتدخل مصر في الأيام الجاية، والمتوقع أنها توصل ل 22 مليار دولار، ده غير استكمال برنامج الطروحات اللي بدأته الحكومة لدخول القطاع الخاص للاستثمار في بعض المواقع المملوكة للدولة بهدف توفير حصيلة دولارية للدولة المصرية. ومجرد خروج التصريحات من الخزينة الدولارية اللي جاية في الطريق لمصر الدولار في السوق الموازية انهار تماما، وحاليا في طريقه انه يمشي مع السعر الرسمي في البنوك، ده غير الضربات الأمنية اللي قامت بها الجهات الأمنية ومنها القبض على 83 من تجار العملة واللي كان معاهم آلاف الدولارات وجرى التحقيق معاهم للوصول للحيتان الكبار في التجارة بالعملة الخضراء. كانت معكم هالة البشيتي من بنكير، شكرا لكم. بانكير نبض البنوك.